أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. اے اللہ، موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما، اور نہ دینا عذاب موت کے بعد ہمیں، اور نہ لینا حساب ہمارا قیامت کے روز. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.